بكم نسكل هذه أخبار الرياضة من راديو مان. ألا بداية بالتعيينات الجولة الافتتاحية بطبيعة اللي أعلنت عليها الجامعة التونسية لكرة القدم، الجولة الأولى من مرحلة إياب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نبدأ بالمجموعة الأولى نهار 19 فيفري، النادي الرياضي البنزرتي باش يكون في مواجهة اتحاد التطاوين. نهار 20 فيفري حمام لمف تواجه بن قردان. نهار 2 مارس الترجي الرياضي التونسي يواجه الأمل الرياضي بحمام سوسة. ونهار 3 مارس نجم المتلاوي يواجه النادي الرياضي صفاقسي. لحساب المجموعة الثانية، هلال شابة يواجه اتحاد رياضي المناسيري نهار 19 فيفري. نهار 20 فيفري الأولمبي البيجي يواجه الترجي الرياضي الجرجيسي في نفس النهار ونفس التوقيت. المستقبل الرجيش يواجه النادي الأفريقي. ونهار 2 مارس النجم الرياضي الساحلي يواجه المستقبل الرياضي بسليمان. بالنسبة لكل المقابلات ينطلقوا بالساعتين. نحكيوا على فرقنا التونسية المشاركة في البطولات الأفريقية. النادي الرياضي الصفاقسي يسافر نهار الجمعة 18 فيفري لليبيا عبر رحلة عادية من مطار تونس قرطاج، وين يواجه ممثل كرة القدم التونسية نادي عاصمة الجنوب أهلي طرابلس الليبي نهار الأحد بداية من 8 بتعليل حساب الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن فعاليات كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم. ذكروا السياسات كان ربح في الجولة الافتتاحية فريق زاناكو الزامبي. من جهة الترجي الرياضي التونسي سافر للجزائر نهار الخميس 17 فيفري عبر طائرة خاصة من مطار تونس قرطاج لمواجهة شباب بلوزيد الجزائر. وتبارى ممثل كرة القدم التونسية مع مضيفه شباب بلوزيد نهار السبت 8 متاع الليل. كيف كيف لحساب الجولة الثانية من دوري المجموعات ضمن فعاليات أبطال أفريقيا. نذكروا الترجي كان افتتح دور المجموعات من انتصار برباعية قدام فريق جالكسي البوتسواني. من جهة النجم الرياضي الساحلي يواجه نهار 17 فيفري مضيفه جالكسي بوتسواني في إطار الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا. الختام الكرة في أوروبا، أهم مواعيد لعب اليوم. البداية بالسيريا بالكالشو الإيطالي 9:15 سبيزيا تواجه فيرنتينا، وفي الليغا الإسبانية مايوركا تواجه أتلتيكو بلباو. كانت هذه أخبار الرياضة، قدمها لكم معاذ الشريف. إلى اللقاء.